سلام لات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه مره واحده اخرى. كنت اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش تضغطوا زر الاعجاب وزر الاشتراك. عفوا سي غبرت عليكم شحال اللي ما حطيتش فيديو، ما عندي لزافاغ المشاريع. اليوم غادي نمشيو نستكشفوا واحد المنطقه اللي هي حديقه الحيوانات لندن ريجنز بارك، اللي كتعدى اول حديقه حيوانات في العالم، يعني اكبر حديقه حيوانات. فاللي ما غنمشيو نستكشفوا هاد الحيوانات كتخرج ليا طويله. يلا نمشيو نستكشفوا اجمعوا نشوفوا واش بصح اكبر حديقه ولا غير كيهضروا ويكتبوا. يلا نمشيو جميعا. هنا البنات اول حاجه غتلقاوها هي اللائحه ديال الاثمنه لدخول هذه الحديقه. هذه الملاحظه اللي لاحظناها ان الاثمنه تزادت، حيت حنا كان في راسنا 28 ودابا لقينا 35 وصافي. هنا غادي تقراو هاد لي بري وغادي تدخلونا، غادي نصور لكم الدخله حتى هي. شوف التليفون، مش عارفه انا نقول انا التليفون غندخلو ما نعاودوش نخرجو ليهم. لا شكون بغلو هاد الحديقة. هادي كتعتبر من أقدم وأكبر حديقة حيوانات في العالم. أنها أول مرة داروها كحديقة علمية، وفي الآخر فتحت الأبواب ديالها للزوار. كتحتوي على أكواريوم ومتحف للحيوانات البرمائية ومتحف للزواحف والحشرات وجميع أنواع الزواحف. انا غوت لوالديك سبحان الله هذا شكل كيف. Thank you.
تشوفوه هنا كاين جميع الحشرات والكائنات الحية الصغيرة، النميلات، وكاينين الدويدات والعناكب، مهم جميع كاع داك الحشرات الصغيرة، وداروا لهم هاد بحال متحف ديال الحشرات، منهم كاينين غير اللي صانعينهم وكاين الحقيقيين. هاد البنات كيما اللي كيقادو به الثوب، شفتي كيفاش داير؟ علاش قادو به الثوب هذا؟ المراحل ديال الزيش سبعة. بغيت نشوف السبعة د البنات، سبعة البنات، سبعة السبعة و السبعة خويا السبعة نايم ممكن أو تحرام وينو نايم ممكن سبعنا اليوم نحن راح نجي نام احنا لقيناهم هاو في مجبدين تضرب بيش مما كانوا مجبدين في المغرب مجبدين هنا ناسين تنام ستايل انديان ستايل انا في الاندية البنات لقيت حشاكم هاد كتبنا عليه افريكان بانكي ها هو جايبو غا جوج حميرات هادي تات سميتها شي شوف سميتها ها هما كرتي شبيتك كتمضغ قول عم روحك شويه روح شوف هذا اللي بتاكل ها هي واي تكويتك ويتك والقصيصة دغم 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 هذه المنطقة هذه البنات خاصة بجميع أنواع السحليات وأنا مصورت لكم مش كل حاجة بالضبط باش نختصر لكم ويجي الفيديو قصير هو أخونا هنا كي ياكل ما مساليش لينا طبعا أخونا وعطانا بالدار دار ما بغاش يدور هذا شي هديه ليكم انا صورته ليكم شو دارو قداش Take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be
best thing in your life. كاوس سبع فنوات سبع ما كاينش مات هنايا والو مشينا نقلبوا على الاسد ما لقيناهش لقينا غير عيالات دابا غادي نشوفوا هذا الزرف حديقة الحيوانات خصهم يسميوها حديقة الأشجار والطيور والعصافير والحشرات حيت شي واحد حديقة هي زوينة الطبيعة والخضورة وهذا والحق ما فيهاش الحيوانات بزاف الفيل ما فيهاش فرس النهر ما فيهاش واحد الخر ما فيهاش بزاف الحيوانات ما فيهاش فيها غير داكشي ديال الدويدات والعناكب والنحيلات والطويرات اما الحيوانات ما كاينينش دونك
فالواحد بلا ما يجي يخلصنا فلوسو ويدخل باش يشوف العناكب ونحي لا تسرق الزيتات، حنا كنشوفوهم دائما سيري على البارك فابور راهي ما تشوف العناكب والبخاخيش، فما عجبتنيش بزاف دونك ما نصحكمش تمشيو ليها، سيروا الحدائق نعطى الله فابور ما تخلصي حتى شي حاجه. ايوا دابا انا نمشي نشوف فين ناكلو، متبجوع وديك الساعه نمشي للدار ونكمل لكم القصه. الغداوة ديالنا